കൂടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്നു, സദസ്സ് ഭംഗിയാക്കി തരണം. إلى حضرة نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة